السلام عليكم طلاب المرحلة الرابعة، راح نسوي فد مراجعة للمحاضرة الخامسة من مادة الأحياء المجهرية الغذائية. طبعا المحاضرة الخامسة بعنوان Food Borne Infection and Intoxication. Food Borne Infection معناته الأمراض المحمولة بالغذاء أو الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء، and Intoxication معناته التسمم الغذائي. إذن الأمراض المحمولة بالغذاء والتسمم الغذائي راح نتعرف عليهم ونشوف الفروقات بيناتهم. Food borne disease, gastrointestinal disturbances resulting from the ingestion of food have a variety of causes. يعني الاضطرابات المعوية المعدية التي تنتج من تناول الغذاء لها العديد من الأسباب. الاضطرابات المعوية المعوية شنو هي هاي الأسباب؟ أولا أوفر إيتينج اللي هو الإفراط في تناول الغذاء، الأليرجي اللي هو الحساسية، النيوتريشنال ديفيشنسيز اللي هو نقص التغذية، أكتوال بويزنينج باي كيميكال يعني التسمم بالكيميائيات، توكسيس بلانت أور أنيمال الحيوانات والنباتات السامة، توكسين produced by بكتيريا السموم التي تنتجها البكتيريا، infestation by animal parasites يعني اللي هي الإصابة بالطفيليات الحيوانية، and infection by microorganism اللي هي العدوى بالكائنات الحية المجهرية. هاي أسباب الاضطرابات المعوية المعدية. زين food borne disease طبعا هذا المختصر food borne disease. اذا نجي نعرفه اللي هي شنو الامراض المحموله بالغذاء، المختصر مالتها food borne disease is acute illness associated with the recent consumption of food. يعني هي الامراض الحاده المرتبطه بالاستهلاك الاخير للاغذيه. طبعا طلاب بالمزمه السته بالمحاضرة الخامسة اللي نشرحها اكو جدول بالصفحة الاولى، هذا طبعا للاطلاع. ورا نجي ناخذ food borne disease. اذا قلنا انه هو acute illness associated with the recent consumption of food، هو الامراض الحادة المرتبطة بالاستهلاك الاخير للاغذية. These illness often are grouped together because they maybe have similar symptoms. يعني دائما ما يتم تجميع هاي الأمراض، يا أمراض اللي هي الأمراض المحمولة عن طريق الغذاء يتم تجميعها معا. ليش؟ لأنه هي لها أعراض مشابهة، كل الأمراض اللي تنتقل عن طريق الأغذية تقريبا لها نفس الأعراض. The term for poisoning is applied. Disease caused by microorganism is used very loosely to include both illness caused by ingestion of toxin liberated by the organism and those resulting from infection of the host through the intestinal tract. هنا نقدر نحكي على food poisoning بصورة عامة، واللي إذا نجي نعرفها الفود بويزنينج هنا عندكم تعريف واضحة. الفود بويزنينج كان بي the result of either chemical poisoning or the ingestion of toxicant intoxication. The toxicant may be formed naturally in certain plant or animal or be a toxic metabolic product secreted by microorganism. يعني إذا نجي نعرف التسمم الغذائي بصورة عامة، هي قد يكون ناتج عن الكيميكال بويزنينج يعني التسمم بالكيميائيات، او ناتجة عن البلانت اور انيمال الحيوانات والنباتات اللي يكون تكون سامة، او نتيجة يعني التفاعلات الأيضية ومنتجاتها السامة للكائنات الحية المجهرية. يعني هنا التسمم الغذائي بصورة عامة مو سببه فقط دخول الكائنات الحية المجهرية أو السموم التي تضعها الكائنات الحية المجهرية. إذا نريد نعرف التسمم الغذائي بصورة عامة، قد يكون ناتج عن ابتلاع
المواد السامة أو النباتات السامة أو الحيوانات السامة، منتجاتها يعني، أو المواد الكيميائية السامة. كذلك قد يكون أحد الأسباب واللي هو اختصاصنا نتيجة دخول الكائنات الحية المجرية إلى الغذاء. هسه نجي على البكتيريال فود انتوكسيكيشن، ريفر تو ذا فود بورن انس كاست باي ذا بروسيس اوف بكتيريال توكسين بيرفورمد ان ذا فود، يعني هي التسمم بواسطة البكتيريا، يعني هي الأمراض التي تنقلها الأغذية الناتجة عن وجود توكسين بكتيري مشكل مسبقا بالغذاء. الفود بورن انتوكسيكيشن يعني وجود السم اللي تضعها الكائنات الحية المجرية اللي يكون مشكل مسبقا بالغذاء، يعني وجود السم بالغذاء. أما الفود بورن انفكشن refer to foodborne illness caused by the entrance of bacteria into body through ingestion of contaminated food and reaction of body to their presence or their metabolites. يعني الانفكشن يعني هي الأمراض التي تنقلها الأغذية التي تسببها دخول البكتيريا إلى الجسم عن طريق تناول الأطعمة الملوثة ورد فعل الجسم على وجودها والأيضات الخاصة بها. إذن الفرق ما بين الانتوكسيكيشن والانفكشن شنو؟ الانتوكسيكيشن هو وجود السم عن السم التي تضع الكائنات الحية المجهرية بالغذاء. أما الانفكشن فهو وجود دخول البكتيريا نفسها، يعني الكائن الحي المجهري نفسه أو البكتيريا نفسها، وجود البكتيريا نفسها بالغذاء، وبعدين من راح نتناول الغذاء راح تدخل البكتيريا إلى الجسم. هسه نجي هذا الجدول اللي هو الفرق ما بين الفود بورن انفكشن اون الفود بورن انتوكسيكيشن. طبعا هذا الجدول جدا مهم. الفود بورن انفكشن انترنس اوف باثوجينيك مايكرو اورجانيزم كونتامينيتد فود انتو ذا بيتي اند ذا رياكشن اوف بودي تشو تو ذير بريزنس، يعني دخول الغذاء الملوث بالميكروبات للجسم وتفاعل الجسم لوجوده. إذن هنا بالفود بور انفكشن راح يدخل الكائن الحي المجهري نفسه، راح يدخل للجسم. أما بالفود بور انفكشن التسمم الغذائي presence of bacterial toxin performed in the food، هنا ما راح يدخل الكائن الحي المجهري، هنا السم موجود. منين يعني اجى الكائن الحي المجهري؟ موجود السموم التي تضعها الكائنات الحية المجهرية المشكلة مسبقا في الغذاء. الفود بور انفكشن لونج انكيوبيشن ريوت، يعني تكون فترة الحضانة مالتها طويلة بالعدوى التي تحصل عن طريق الغذاء. اما الفود بور انتوكسيكيشن هي شورت انكيوبيشن بريوت مينتس تو اور، تكون فترة حضانة قصيرة دقائق الى ساعات. يوجوالي كاركترايزد باي فيفر، يعني دائما ما تكون مصحوبة بالحمى. هنا characterized by lack of fever، هنا غياب الحمى. This can either by fungal, bacterial, viral or parasitic، يعني قد تكون هاي العدوى المحمولة بالغذاء سببها بكتيريا ويسموها الفود بكتيريال فود بورن انفكشن، او سببها الفيروسات يسموها فيرال فود بورن انفكشن، او سببها الفطريات ويسموها الميكوتيك فود بورن انفكشن. اما هنا الفود بورن انتوكسيكيشن تقسم او يعني تصنف الى البكتيريال انتوكسيكيشن سببها السم الذي تضعه البكتيريا، أو الفانكال انتوكسيكيشن يعني سببه السم الذي تضعه الفطريات، أو الكيميكال انتوكسيكيشن قد يكون سببه الكيميائيات، أو البلانت توكسيكانت اند بوزنينج انيمال قد تكون سببه النباتات السامة أو الحيوانات السامة، ممكن أنه يسبب لي أيضا تسمم غذائي. هسه نجي على البوتوليزم caused by the presence of the toxin produced by Clostridium botulinum in food. البوتوليزم هو سم أو سم ناتج عن وجود
توكسين ينتج من قبل بكتيريا الكلوستريديوم بوتشلينا. البوتشليزم ناتج عن وجود التوكسين تفرزه بكتيريا الكلوستريديوم بوتشلينا بالغذاء. أما الستافيلوكوكال انتوكسيكيشن caused by a toxin produced by Staphylococcus aureus in food، يعني ناتج عن وجود سم تضعه بكتيريا الستافيلوكوكاس أورياس بالغذاء. Food infection also can be divided into two types. العدوى اللي تكون بواسطة الغذاء تقسم إلى نوعين. Those in which the food does not ordinarily support the growth of the pathogen but merely carry them. يعني تلك التي لا يدعم الطعام فيها مسببات الأمراض لكن يحملها فقط. يعني هنا العدوى الانفكشن، هنا الطعام أو الغذاء اللي راح يتلوث بالكائنات الحية المجهرية ما راح يكون وسط مثالي النمو هاي الكائنات الحية المجهرية، لكن فقط راح يحملها، يعني راح يكون هذا الكائن الحي المجهري موجود بالغذاء ملوث يعني به، لكن ما يتضاعف. ليش؟ لأن هنا الغذاء ما راح يكون وسط مثالي لنمو الكائنات الحية المجهرية. مثل إيش؟ أعطيكم أمثلة مثل تيوبركلوسيس، دافثرية، التايفود فيفر، بلوروسيلا، الكوليرا، هيبيتايتس كيو فيفر، غيرها. تنطوني فتكم مثال عليه. التصنيف الآخر those in which the food can serve as a culture media for growth of pathogen to number that will increase the likelihood of infection of the food consumer. Those include Salmonella, Vibrio parahemolyticus and enteropathogenic E. coli. يعني هي تلك التي يكون فيها الغذاء وسط مناسب للنمو إلى أعداد متزايدة. هنا الغذاء اللي راح يتلوث بالكائنات الحية المجهرية، هنا راح يكون الغذاء وسط مثالي لنمو هاي الكائنات الحية المجهرية. من راح يكون وسط مثالي؟ يعني راح تزيد أعداد الكائنات الحية المجهرية بهذا الغذاء. بعطيكم أمثلة عليهم مثل السالمونيلا سبيشيز، الفيبريو باراهيمولايتيكاس اند انتيروباثوجينيك إيكولاي. إذن تنطوني فد كم مثال عليهم. هسه نجي على الستافيلوكوكال فود بويزنينج اللي هو التسمم الغذائي بالمكورات العنقودية اللي هي الستافيلوكوكس. Staphylococcal food poisoning is an intoxication caused by an intoxication. هنا يعني شنو؟ يعني وجود السم، مو وجود البكتيريا مثل ما شرحنا. Caused by the ingestion of an enterotoxin formed in the food during growth of certain strains of Staphylococcus aureus. يعني هو التسمم الناتج عن ابتلاع السم المعوي اللي هو منه انتيروتوكسين. إذن هو سم أو تسمم ناتج عن ابتلاع السم المعوي الانتيروتوكسين. انتيروتوكسين من تفرزه هي الستافيلوكوكس أثناء نمو سلالات معينة بالبكتيريا الستافيلوكوكس أوريوس. The toxin is termed an enterotoxin because it causes gastroenteritis of an inflammation of the lining of the intestinal tract. طبعا هذا السم يسمى enterotoxin. ليش؟ لأنه هو يسبب التهاب بطانة الجهاز الهضمي. زين. Most enterotoxin producing Staphylococcus aureus culture are coagulase positive. Coagulase positive staphylococcus produce a thermostable nuclease. However, not all coagulase positive staphylococcus are necessary enterotoxigenic. Some of the toxigenic cocci are very salt tolerant. يعني هنا انه دائما
بكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس اللي تفرز الانتيروتوكسين هي تكون كوكيوليز بوزيتيف، يعني قدرتها على انتاج هذا الانزيم اللي هي انزيم الكوكيوليز. اغلب او كل سلالات البكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس اللي تفرز انزيم الانتيروتوكسين اللي راح يسبب لنا التسمم الغذائي دائما لها القدره على افراز الكوكوليز بوزيتيف، يعني هي تكون موجبه لانزيم الكوكوليز. كذلك تنتج نيوكليز يكون مستقر حراريا. هنا راح تكون مقاومة للأملاح بنسبة 10 إلى 20%، كذلك مقاومة للسكريات الذائبة بنسبة 50 إلى 60% سكروز. At least 10 of the coagulase negative staphylococcus produce enterotoxin. For example, Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus hemolyticus. يعني احنا قلنا كل سلالات الستافيلوكوكس اوريوس اللي تفرز السم الانتيروتوكسين هي تكون كوكوليز بوزيتيف، لكن هنا يقول لك انه 10% من السلالات الستافيلوكوكس اللي تكون كوكوليز نيجاتيف، يعني سالبه للكوكوليز، ايضا لها القدرة على انتاج الانتيروتوكسين، فقط 10% من عندها. مثل ايش؟ مثل الستافيلوكوكس ابيديرمدس اند الستافيلوكوكس هيمولايتيكس. هسه نجي على الانسيدنس انفوز، يعني الاصابة بالاغذية. According to the Center for Disease Control and Prevention, Staphylococcus aureus is a common bacterium found in the nose and the skin of about 25% of healthy people and animal. يعني وفقا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، انه هاي البكتيريا، من هي بكتيريا الستافيلوكوكس اوريوس اللي كنا هي اللي راح تفرز الانتيروتوكسين، ايش بيها؟ هي تكون شائعة وجودها بالأنف، موجودة على الجلد بصورة طبيعية، موجودة ب25% من الأشخاص الأصحاء، يعني ما بيهم شيء، يعني راح تتواجد بصورة طبيعية بالأنف أو على الجلد. لذلك 25% من الأشخاص الأصحاء والحيوانات من المتوقع وجود الستافيلوكوكس أوريوس مثلا على الجلد أو على الأنف، لذلك هي من المتوقع انه وجودها. At least in low number in any or all food produced that are of animal origin، يعني خصوصا من المتوقع وجودها بالمنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني أو المنتجات اللي يتعامل معها الإنسان، يعني لأن هي وجودها طبيعيا بالأنف وعلى الجلد، لذلك المنتجات ذات الأصل الحيواني أو المنتجات اللي يتعامل معها الإنسان مباشرة إحنا راح نتوقع وجودها. مالين unless a heat processing step are applied to affect their destruction، يعني ما لم يتم تطبيق خطوات المعالجة الحرارية لتدميرها، يعني إذا أني ما طبقت إنه فد حرارة عليها أو يعني المعالجة الحرارية على هاي المنتجات، فإذا أني راح أتوقع وجود بكتيريا الستافيلوكوكس أوريوس. مثل ايش هاي المنتجات؟ بعطيكم امثلة عليها، مثل الحليب، منتجات الحليب، الحليب المبستر، اللبن الرائب، المعجنات، الدواجن، المحار، الحبوب، منتجات البيض وغيرها. هسه نجي على التمبرتشر جروث رينج، راح هنا نتعرف على درجة الحرارة لنمو البكتيريا والسم اللي تفرزه هاي البكتيريا اللي هو منه، اللي هو الانتيروتوكسين. In general growth occur in range 7 to 40 7 degree، يعني هنا النمو يحدث، نمو هاي البكتيريا بدرجة حرارة 7 إلى 47 درجة مئوية، لكن إنتاج الإنزيم انتيروتوكسين ينتج بدرجة حرارة 10 إلى 46%، يعني هي قادرة على إنتاج الإنزيم
بدرجة حرارة 10 درجة سليزية إلى 46 درجة حرارة. With the optimum between يعني شنو optimum؟ أما الدرجة الحرارية المثلى، مثلى شقد؟ 40 إلى 45%، العفو 40 إلى 45%، 40 إلى 45 درجة سليزية، هذا الأوبتيموم. The minimum and maximum temperature for growth and toxin production اسم optimal condition stable to other parameter، يعني درجات الحرارة الدنيا والقسوة هاي راح تعتمد على معايير أخرى. يعني شنو تعتمد على معايير أخرى؟ مثل الـ pH، الأملاح وغيرها. هسه أنا اللي أريدكم تعرفوه إنه النمو البكتيري يحدث بدرجة حرارة 7 إلى 47، أما إنتاج الانتيروتوكسين يحدث بدرجة حرارة 10 إلى 46، أما الدرجة الحرارية المثلى لإنتاج السم يحدث بدرجة حرارة 40 إلى 45. هسه نجي على الأفكت اوف سالت، يعني هنا شنو؟ هنا نجي على تأثير الأملاح. Although Staphylococcus aureus grow in culture media without NaCl، يعني Staphylococcus aureus تقدر انه تنمو بغياب ال NaCl، لكنها ايضا قد تنمو ب 7 إلى 10%، يعني 7 إلى 10% تركيز 7 إلى 10% من ال NaCl تقدر انه تنمو به، كذلك توصل الى حد 20%. ايضا هنا راح تعتمد على معايير اخرى، هاي هذا النمو او تحملها للاملاح تعتمد على معايير اخرى مثل ال pH والووتر اكتيفيتي. هسه نجي على ال pH اللي تنمو بيه هاي البكتيريا. pH regarding pH Staphylococcus aureus can grow over the range 4 to 9 of 0.8 but its optimum is the 6 to 7، يعني هي قادرة على النمو pH 4 إلى 9.8، لكن ال pH المثالي لها يكون 6 إلى 7. ليش؟ لأنه هي يعني تتفرز ان السموم، سموم الانتيروتوكسين، إذن هنا راح يكون الـ pH المتعادل اللي هو 6 إلى 7 هو الـ pH المثالي إلها، والـ water activity يكون 0.83.